السلام عليكم. Applied Linguistics غادي نشوف في هذا الفيديو آخر Formal Methods in Teaching English اللي هي Total Physical Response. هادو واخا هما Formal Methods يعني in the past راه باقي تستعملو حتى لدابا. وقبل ما نفهمو هاد Total Physical Response خاصنا ناخذ فكرة على الـ Comprehension Approach. There is a general approach to foreign language instruction. هذا اللي general تسمى Comprehension Approach ديال الفهم. This approach gives the importance to listening comprehension. تعطي الأهمية بزاف listening comprehension يعني text تصنطو ليه ولا conversation تصنطو ليها مع الكويستشن ديالها. James Asher's research believes that language learning starts with understanding and ends with production. واحد لساني في البحث ديالو اكتشف بأن راه language تعلم ديالها تبدأ بالفهم عاد تنتهي بالبرودكشن بالنتيجة أو للإنتاج عفوا. This is exactly how an infant acquires its native language. وهذه هي الطريقة باش يتعلموا الأطفال اللغة الأم ديالهم. A baby spends many months listening to the people around it long before it ever says a word. يعني تبقى ذاك الطفل تسمع بزاف ديال الشهور تسمع الانبوت اللي هو ديك اللغة تاع الأم ديالو عاد تولي قادر انه يقول شي كلمه اولا جوج وما تيكونش obliged تتجر راسها. The child has the time to try to make sense out of the sounds it hears. For the child راه تسمعي الاصوات راه ماشي كلمات كنعرفوهم بهذا الكونسيبت يعني تاع word وعنده هي اصوات هذوك. And speaks when it is ready to do so. وشيدوي حتى تيكون قادر على انه يتكلم. Asher reasoned that the fastest way to achieve understanding of any target language is to follow directions uttered by the instructor without native language translation. وهذا العالم لهذا اللساني تيقول لك اسهل طريقه باش نحصلوا على هذا الانديرستاندين تاع اللغه اللي تنتعلموا ليها هو خاصنا نتبعوا التعليمات اللي تيتقالوا من طرف الاستاذ ولا الانستراكتور ديالنا بلا ما نستعنوا بالترجمه للغه الام. The students listen and the teacher using the target language communicatively. يعني الأستاذ يتواصل مع التلاميذ ديالو باستعمال اللغة اللي بغينا نتعلمو ليها. They don't speak at first. The teacher helps students to understand by using pictures and occasional words in the student's native language. وهنا تيقولوا نقدر نستعمل مثلا كأستاذ بعض الكلمات إلا استعملت هذه الطريقة نستعمل بعض الكلمات باللغة العربية إلا كنت تنقري الإنجليزية. ولكن في غالب الامر غنخليهم يفهموا المعنى تاع داكشي اللي تنقري body gestures او باستعمال مثلا pictures. The objectives of the total physical response يعني الخلاصه هو دابا باش ما كان عندي الانبوت ديال ديك اللغه راه تنتعلمها وتنتعلمها subconsciously and effortlessly يعني تنبقى نصنط الناس تيهضروا معايا باللغه الانجليزيه تواصليا وانا ما تنفهمش في الاول تيستعملوا بعض المرات بالصور او بالبادي لانجويج مع المده حتى تنولي قادر نفهمهم وتنولي قادر اني نهضر بديك اللغه. هذا هو المضمون تاع التوتال فيزيكال ريسبونس. نقدر مثلا تشد شي قسم وتقول لهم سيت وتجلس نتايا وغيشوفوا جلستي وبيعرفوا هذا فيرب سميتو سيت وتقول لهم ستاند وغادي توقف انت من الكرسي وغيشوفوك وغيديروا بحالك وهذا غتقول لهم ستاند. من بعد كتخرج انت من السيركل ديالك وتتخلي التلاميذ مع بعضياتهم سيت ستاند رايت سليب دانس سينغ اتسترا وتبداو يتجاوبوا معاك وتعرفوا الفوكابولاري او الفيربس ذيس واي. The objectives of the total physical response الغايه ديالها. Teachers who use TPR believe in the importance of having their students enjoy their experience of learning to communicate in another language. يعني الاساتذه تيعطيو وتيقولوا راه مهمه ولا تعتبروا واحد الحاجه مهمه اللي هي التلاميذ ديالهم يكونوا مستمتعين بديك التجربه ديال التعلم وباش انهم يتواصلوا بديك اللغه الاخرى اللي تيتعلموا. TPR was developed in order to reduce the stress people feel when they are studying other languages. يعني بطبيعه الحال دراسه تاع اي لغه او لاي موضوع اخر تيكون stressful a little bit which is very normal in the learning process. ولكن اللي تستعملوها total physical response يقول الأستاذ خاصو يكون واعي بالأهمية تاع يخلي لي الجو تاع التعلم enjoyable and entertaining. The way to do this Asher believes had linguist يقول is to base foreign language learning upon the way children learn their native language. يعني ندير نفس داك الشيء
نخلق الجو اللي نخلي به التلاميذ ديالو يتعلموا اللغة، كيف كيتعلم البيبي وسط الجو العائلي ديالو اللغة، يعني stress, without stress, without any conscious effort. The role of the teacher and the student in total physical response. The teacher is the director of all student behavior. كاع السلوك اللي تيديرو ولا كاع الاكتيفيتيز اللي تيديرو، الاستاذ هو اللي تيكون الدايركتور ديالو، حيت هما مازال يلاه تيتعلموا دابا اللغه. The students are imitators of the teacher's non-verbal model. اي حاجه تيدير الاستاذ فقط تيديرو بحالو، تيقلدوه. جلست وقلت لهم سيت، خاصهم يجلسوا ويديروا سيت بحالي ويعاودوا سيت. وقفت وقلت ستاند، بحال هكا تيبداو يتفهموا لهم الكلمات. At some point some students will be ready to speak. او فاش تدوز واحد الوقت كيوليو بعض التلاميذ بشوي بشوي قادر انهم يتحدثوا باللغه. At that point there will be a role reversal with individual students directing the teacher and the other students. او فاش تيوليو يتمكنوا من البيسكس تاع الكوميونيكيشن، تيوليو التلاميذ الانتراكشن تتولي بين التلاميذ مع بعضياتهم ومع الاستاذ كذلك. The nature of student, teacher and student-student interaction. The teacher interacts with the whole group of students and with individual students. مرة تدير activities اللي هما مع التلاميذ كاملين، نقول لهم stand كاملين، sit كاملين، run, dance كاملين، وبعد مرة تنعزل تندير individual students، نمارس معهم ديك الاكتيفيتي اللي بغيت. Initially the interaction is characterized by the teacher speaking and the students responding non-verbally. وفي غالب الأمر الأستاذ تيدوي والتلاميذ ما تستجبوش معاه بالكلام، يعني تيديروا داك الشيء اللي تطلب منهم بلا نون فيربلي، حيت مازال يلاه تيتعلموا هما هاو تو اكسبريس ذيم سيلف يوزين ذا لانجويج. ليتر اون ذا ستودنتس بيكام مور فيربل اند ذا تيشر ريسبونس نون فيربلي، ومع المده فاش يتعلموا شويه تتولي العكس، تيولي التلاميذ هما اللي تيوليو يهضروا اكثر من الاستاذ. The feelings of the students in total physical response. One of the main reasons total physical response was developed was to reduce the stress people feel when studying other languages. الغاية من بين الغايات الكبرى علاش تقدت هاد الميثود هي باش نقللهم داك ستريس اللي تيكون أثناء تعلم تعشي لغة أو لغات جديدة. One of the primary ways this is accomplished is to allow learners to speak when they are ready. يعني ما تفورسيش تلاميذ ديالك أنهم يهضروا. When they are ready they will speak. Forcing them to speak before then, يعني before being able to speak, will only create anxiety. وهذه الانكزايتي هي اللي بتعرقل المسيرة العملية التعليمية التعلمية. To relieve anxiety, teachers try to make language learning as enjoyable as possible by using many entertaining activities. The areas of language that are emphasized in total physical response, not community language learning, and the vocabulary and grammatical structures are emphasized over other language areas. دائما vocabulary or grammatical structures. Understanding the spoken word should precede its production. يعني تيجي الفهم، الخطوة ديال الفهم هي الأولى تاع اللغة قبل ما يبداو ينتجوا بها. The spoken language is emphasized over written language. دائما حيت الغاية ديالنا هما نوجدهم أنهم يتواصلوا باللغة أكثر من أنهم يستعملوها في الكتابة. The student's native language, TPR, is usually introduced in the student's native language. في غالب الأمر هاد TPR كتستعمل تقول قبل ما نقدمها للتلاميذ نقدر ندوي بالدارجة نقدمها لهم بالدارجة. عاد من بعد نبدا نحيد نقص بشوي بشوي الدارجة تنخليه الإنجليش. After the introduction, rarely would the native language be used. يعني من بعد الانترودكشن نادرا ما خاص الاستاذ يستعمل native language. Meaning is made clear through body movements. وغالبا اي نوع تاع المعاني اللي قدرت نشرح غنشرحه عن طريق البادي موفمنتس او لا الفوتوز او لا فيديوز. Wish you the best of luck.